يعني لما فادية قالت لي شو صار معاها لما صلت وشافت التيتا وخالها وخالتها، كأسيس كمعلم للكلمة أفكر أنا شو التعليم اللاهوتي لهذا الأمر، وين التثبيت اللاهوتي لهذا الشيء. بس كثير من الأحيان إحنا بننسى خصوصا كخدام أنه معاملات الله في بعض الأحيان فوق تصورنا إحنا وفوق مفهومنا إحنا، فهذا الشيء علمني أنه أكون متواضع أكثر بالنسبة لمفهومي، مش متمسك بمفهومي أنا. لكن الله قادر يعمل كثير أكثر مما نتخيل أو حتى نطلب. يعني نوضح شيء، أنه إحنا العقيدة مش بنبنيها على الاختبار. الاختبار هي معاملة خاصة. يعني هي كانت بتصلي لله ومن خلال إعلان الرب وراها أنه يعني الأهل موجودين في السماء، وهذا أكدوا يعني. لكن إحنا الإيمان الراسخ هو كلمة الله، كلمة الله اللي إحنا نمشي عليها.